الله لن ينسى. يلا بسم الله. والله لن ينسى عبدا إذا أعطى. في قلم هنا يا أخي، قلم القلم تبع اللوحة هذا في موجود، موجودة موجود. شباب اللي بالغرف، يا إخوان اللي بغرفة النوم، ودنا أخذ شوي من وقتكم بس مبادرة. يا بعد روحي طول لي بعماركم وسلمكم. أبو حور بالله، شباب اللي بالغرفة، شباب وراكم، أبو عبد الله شباب وراكم، حبيب قلبي شي من كثيرك يا أبو. أنا البارح أنت بعدين الجمال اللي البارح أبو. هلا أبو محمد شيخ القرية. نبدأ بسم الله. أنا بس عشان ما في وقت عندنا كثير فودي أبدأ والشباب يجون. الله يسلمك يا رب. مبادرتنا إن شاء الله عن التأثير الإيجابي، عنوان مبادرة التأثير الإيجابي. طبعا كل واحد يتمنى أن يكون مؤثر إيجابي على أي شخص، صح ولا لا؟ احنا هنا بإعلام وتلفزيون، فممكن خذ راحتك، فممكن أي سلوك إيجابي أو سلبي ممكن غيرك يقلده، صح ولا لا؟ ومن الأشياء الحلوة اللي جتنا قبل فترة يوم كان ناصر الحربي موجود يفرجينا الطفلة اللي كان يقلدنا بالصلاة ولا لا، فهذا تأثير إيجابي. فالواحد يحاول أنه سلوكه وتصرفه يكون يعني قدر الإمكان مؤثر على الآخرين. يقولك أقوى أسلوب اتصالي يحقق التأثير الإيجابي، من يقدر يقولنا إيش أقوى أسلوب ممكن يأثر إيجابيا على الناس الثانية؟ قريب فعل. قريب الحركة، أنك تسوي شيء غير مباشر، حسن التعامل ممكن. حسن الخلق. أقوى أسلوب اتصالي يحقق التأثير الإيجابي حسن الخلق. طيب إيش أسرع أسلوب اتصالي على للتأثير الإيجابي؟ أسرع، سريع جدا، ممكن تسوي بدون ما تكون منتبه وكذا، يأثر هذا إيجابيا على الشخص اللي قبالك. الفعل العشوف الابتسامة. جيد يا أبو عبد الله. يقولك الرغبة في التأثير الإيجابي على الآخرين تؤثر إيجابيا علينا في الحياة. أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا تعود لنا عاجلا أو آجلا. أي شيء تقدمه، كلمة ولا فعل ولا تصرف ولا أي سلوك، راح يرجع عليك، صح ولا لا؟ بالذات عندنا هسه يعني شبه نجوم صاعدين، يعني تعرفون. لا نجوم. نجوم خلصين. إحساس حلو طبعا لما تسمع أي كلمة جميلة تنقال في حق شخصيتك، بتعاملك، بسلوكك، أسلوب حياتك. فالحمد لله، الحمد لله وشكرا على كل إنسان أثر إيجابيا علينا، والحمد لله على نعمة تقبل الآخرين والتأثير الإيجابي عليهم. الحمد لله. شيء فضل كبير ترى أنت لما تكون مؤثر إيجابي على الناس اللي قبالك ولا لا؟ صحيح. وبنفس الوقت يشكر الإنسان اللي أثر عليك بحياتك إيجابيا. صدقت. هذا إنسان يشكر. يقول اختلط في الناس الإيجابيين لأنهم سيؤثرون في أفكارك وعقلك وسلوكياتك، ستتحول لشخص إيجابي بشكل لا إرادي، ثم ستبدأ بالتأثير الإيجابي بالآخرين. اختلاطك بالناس الإيجابيين، لا ليش واجب اختلاطك بالناس الإيجابيين؟ احتكاك واستفادة، لأنهم ممكن يؤثرون على سلوكياتك، وأنت لا إراديا راح تتحول إلى شخص إيجابي. صحيح. سلوكياتك كانت تحول إيجابية بشكل لا إرادي، وتبدأ أنت بعد ما تصير إيجابي. صح. تأثر إيجابيا على الناس الآخرين. تمام. في عندنا صفات 10 يجب أن يتحلى فيها كل إنسان إيجابي يود أنه يكون مؤثر على الناس، على الناس الآخرين، يكون إيجابي، تأثير إيجابي على الناس. من يعطيني من الـ10 شيء؟ أو نهي. الثقة بالنفس. الثقة بالنفس. تمام. قالب. الصبر، حسن التعامل. حسن التعامل. الصبر. الحلم. الأدب. صفات النجاح. الحلم هذا من حسن التعامل. تمام. أبو عبد الله. قاعد أفكر. فكر. أبو حور. الثقافة. الثقافة. ممكن إذا تكون مثقف فعلا تأثر إيجابيا. جابر. تفاؤل. التفاؤل جميل. أهم شيء. يقول لك من أبو حصة. اختيار الألفاظ الحسن. صحيح. صحيح. يقول لك 10 صفات يجب أن يتحلى بها من يريد التأثير إيجابيا على الآخرين. واحد، أن تكون ذو مبدأ، تكون صاحب مبدأ. تمام. عندك تعليق على صاحب مبدأ أبو؟ صحيح. كيف تكون صاحب مبدأ أبو نهي؟ مثلي الشخص كده. لما يكون ذا مبدأ. والله نعم أبو ماضي. الشخص لما يكون ذا مبدأ سبحان الله العظيم، الناس تشوف أنه هذا الرجل متمسك بشيء معين، ما تنازل عن أمور هي في داخله ممكن يتنازل عنها،
لكن رجل متمسك بمبادئه باخلاقه بصفاته. يا سلام. فهذا الشخص ترى جدا يا اخوان، بس نصفق لابو الهيام والله العظيم شخص جدا يا اخوان. هي انت عجيب يا ابو الهيام. حدا عنده على تعليق على ذو مبدا؟ كيف يكون الانسان ذو مبدا مشان ياثر ايجابيا على الاخرين؟ طيب اثنين، يؤازر ويدعم من حوله، هذه اهم صفه. اجين يؤازر ويدعم. من صفات الانسان الايجابي اللي ممكن لازم يتحلى فيها مشان، طبعا ابو فجر من اكثر الناس اللي ممكن يتحلون بالصفه هذه، يؤازر ويدعم قلبي والله والله اني صادق. استاهل ابو فجر. تعليق على يؤازر ويدعم من حوله، من عنده تعليق؟ يؤثر، يؤثر على نفسه. كيف يؤثر؟ ايوه الايثار. نعم الايثار ابو فجر. وانه ما يكون مثلا يكون عند شخص، ما يكون انانيه، اي ما يكون عند الشخص مثل اللي عنده ما يقول له لا انت اقل، او بالعكس يشجعه ويحفزه. صحيح صحيح. برضو في نقطه الاستماع، انك تكون مستمع في طبعا هي موجوده هذه. النقطه الرابعه، منصت بارع. اوكي، عشان تكون مؤثر ايجابيا بالاخرين تكون منصت بارع. تمام. ثلاثه، يثق بالاخرين، من صفات الانسان اللي يتحلى فيها اللي عشان يكون ايجابي على الاخرين ان يثق بالناس اللي حوله. صحيح. اربعه، منصت بارع. منصت بارع، من يقدر يفسرنا ليش تكون منصت بارع مشان تاثر ايجابي على الناس؟ ابو حور. يستطيع ان يقنع الطرفين بالامر الذي في باله بطريقه سلسه وطريقه مقبوله من الطرفين. الحق يرضى بجميع الطرفين، بس انه يسهل الامور. يا سلام. يعني قصدك يتفهم كل شيء حوله. اي، لان جميع الصلح وجميع الصلح بين الناس وبين الاحباب والاقارب وكذا لازم يكون فيه واحد اكثر من واحد او واحد اقل من واحد. يا سلام. يعرف يا سلام. يعرف ما في خواطر الناس اللي حوله، يعرف ما في قلبه، يعرف مشاكلهم، يعرف كل شيء، فيعرف يتعامل مع كل واحد منهم على حسب اللي عنده. يعني افهم انه الانسان المنصت البارع، الانسان كيف ياثر ايجابيا؟ انه اقدر انا اذا عندي مشكله اجي اسولف معه، اتفاهم معه على المشكله هذه، فاذا سمعني بكامل تفاصيل مشكلتي ممكن يساعدني بالحل. نعم. يا سلام. حتى لو ما ساعدك. كنت بقول بس انه الناس تحب الشخص اللي يسمع لها. صح. يعني لما يكون انا عندي مشكله ويجي بلال يجلس معي ويخليني اتكلم، فضفض، ويسمع مني، فضفض، تمام، ابى اتقبل اي شيء يقوله. يا سلام يا سلام يا خالد. احد عنده تعليق على منصه بارع؟ طيب النقطه الخامسه، من صفات الانسان المؤثر ايجابيا بالاخرين ان يفهم الاخرين. مكوي. كيف يفهم الاخرين ابو حسن؟ يعني تفهم صفاته واطباعه، اذا فهمت الرجال اللي قدامك تقدر تتعامل معه. يا سلام. ممكن تمشي على الشيء اللي ممكن يرضيه مشان تتفهم منه. يا سلام يا سلام. ابو نهيان. لا، نفس كلام ابو حسن. نفس كلام. إيه نفس الشخص. النقطه السادسه اللي هي يواجه الاخرين، الانسان المؤثر ايجابيا يواجه الاخرين. كيف يواجه الاخرين؟ يعني ما يستحي منهم، يقول ما يستحي من الاخرين. ممكن انت عندك مشكله، ممكن اني اناقشك بمشكلته، ممكن اني اعطيك حلول، ممكن اني افيدك واستفيد منك، صح ولا لا؟ برضو هذا الانسان المؤثر ايجابيا. برضو ممكن اشوف في شخص يعني اطباع مش كويسه، اجي اقول يا سلام انه ترى اطباعك مش كويسه، هذه مأثرة على الناس، نما توفق، فيجب عليك انك تكون ممكن انت تنصح كيف تواجه الاخرين، ممكن تنصح انسان عنده سلوك سلبي. صحيح. فهذا الشيء ممكن يعدل عليه ويصير يعدل السلوك هذا، السلوك السلبي ممكن انت ترفعه وتخلي هذا السلوك يتعدل يصير هو انسان ايجابي. صحيح. ابو محمد. بعض المرات ما يستحي مثلا في شغله ما فهمها، بعضهم يستحي انه يسال عنها. يا سلام. مثلا انت طرحت موضوع انا ما فهمته. صح. باجي بسالك، في بعضهم لا يستحي انه يسال. صح. لازم تكون يعني قصدك انك جريء مواجهه الاخرين وتسال عن الموضوع اللي النقاش عليه. صحيح. يا سلام. طيب النقطه السابعه، يساعد الاخرين على تجاوز عقباتهم. الانسان المؤثر ايجابي اذا اشوف مشكله عند اي انسان او اي ظرف طارئ ممكن اني اساعده بحل هذه المشكله. انسان داعم. يا سلام. انسان داعم لغيره. نعم. اللي هي نقدر نضم النقطة، يؤازر ويدعم من حوله. نعم. صحيح. ابو فجر طبعا. لا بعد راسي والله بكم كلكم. مستمتع معك. النقطة الثامنة، يتواصل مع الاخرين. الانسان الايجابي على الاغلب انه الانسان اللي يكون مؤثر ايجابي يكون متواصل اجتماعي، نقدر نقولها. مش منطوي. صحيح. اجتماعي يعني ما يكون منعزل. صحيح. لان الانسان المنعزل اتوقع يعني، ويجوز ما ادري تأيدوني بالفكرة، انه ما راح يكون تأثيره ايجابي كثير على الاخرين. على شخص شخصين. على شخص شخصين. اذا كان تواصله مع الاخرين ومتفاعل مع المجتمع يكون له تاثير ايجابي على المجتمع. النقطه التاسعه، تمكين الاخرين. ممكن انت قبل شوي سولفت موضوع تمكين الاخرين اللي هو ممكن اني اعدل من سلوكك. صحيح. او احاول اتفاهم انا وياك على سلوك معين. صحيح. ياثر ايجابيا. لازم الناس تتقبل الشيء هذا. يا سلام. النقطه الاخيره، يعيد انتاج الاخرين ليصبحوا ذوي تاثير. الله. عندنا كثير من الناس ترى عنده علم وعنده قدره
لكن ما عنده قدرة ممكن أو عنده ثقافة زي ما قال أبو حور قبل شوية، لكن ما يقدر يتفاهم مع الآخرين ويؤثر عليهم إيجابية. ليش؟ ممكن اللي هي عدم مواجهة الآخرين، ما عنده قدرة على مواجهة الآخرين. أسلوب، يمكن أسلوبه سيء. بالضبط. في ناس ترى كثير عندهم ثقة وعنده معلومات، لكن ما لقى حوله من يدعمه مشان إيش يأثر على الناس. صحيح. من عزله حس مع معلوماته كثيرة وثقافته وقدرته إنه ممكن يأثر كبيرة، لكن هو منعزل ممكن في ناس يحطمك. ترى الإنسان المؤثر إيجابياً أو صاحب الثقافة أو الناجح بشكل عام ممكن يلقى ناس كثير تحاول تحبطه. صحيح. فأنت لازم تكون هذول الناس اللي عنده ثقافة هذا تحاول تشجعه مشان يكون مؤثر على مجتمعه. صدق. صح ولا لا؟ نرجع. هذه لازم نستغلها في البرنامج. بالضبط. أبو ماضي. موضوع نقطة التأثير الإيجابي هو نستغله بالبرنامج فعلا، انه نحاول الانسان دائما سلوكه بالذات احنا بالاعلام او خبرتنا قليلة، فالواحد يحاول يستفيد ويكون حذر يقدم الشيء اللي ممكن يجملنا وانت ما بك مقصور مجملين، يجوز انا اقلكم بالموضوع هذا، لكن الواحد الموضوع التأثير الإيجابي تنتبه لتصرفك تنتبه لسلوكك لانك مؤثر بالاخرين فعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. ودنا خالد اذا ممكن تجينا بس تعطينا كلمة عن التأثير الإيجابي. خالد الذيابي باقي دقيقتين والله. أول شيء طبعا فاجأتني يوم ناديتني. أي شخص في الحياة ممكن أنه يكون مؤثر. الآن في مجتمعنا كثير أشخاص مؤثرين. صحيح. في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في منهم من هو مؤثر بطريقة إيجابية وبطريقة حسنة. هذا الإنسان يعني لو قلنا بعد عمر طويل توفى أو شيء، وش اللي بيبقى له؟ بيبقى له العمل اللي هو قدمه. صحيح. الأثر الطيب اللي تركه في نفوس الناس، العمل اللي هم شافوه قاعد يسويه وراحوا اتبعوه وقلدوه. في أشخاص للأسف للأسف الله سبحانه وتعالى أعطاهم شهرة، أعطاهم جمهور، أعطاهم محبين، لكنهم مش يتركون. يا سلام. يتركون أثر سيء. صحيح. ويقلد فلان وفلان وفلان. من سن سنة حسنة كانوا له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فجميل إنه الإنسان يترك أثر في الناس، في الناس اللي حوله، الناس اللي تشوفه، الناس اللي تتابعه. سبحان الله. حتى إذا يعني شوف كثير أشخاص سبحان الله طلعوا في هالحياة ما كانوا مؤثرين. صحيح. في يعني مر في موقف عابر أو في صدفة فأصبح شخص مؤثر. صح. بعد ما أصبح شخص مؤثر تغيرت حياته كله. يعني الشخص مجرد أنه يحط في باله أنه أنا خلاص أبغى أكون مؤثر، أبغى الناس تتعلم مني، أبغى الناس تقلدني بشيء طيب وشيء كويس، سبحان الله بيلقى قبول عند الناس، بيلقى محبة، بيلقى شيء يعني يمكن ما لقى طول حياته. هذه كلمة مختصرة. هذه كلمة مختصرة. زي أحمد الشقيري. يعني أحمد الشقيري ترى أنا من الأشخاص المتأثرين فيه جدا. أحمد الشقيري. كيف؟ أنا أحمد الشقيري له قصة ذكرها، قال إنه أول صلاة صلاها توقعون متى؟ خلنا نقول مثلا أول صلاة صليتها الزاعة أنت متى؟ صليتها يعني وأنت على وضوء. من يوم حنا صلاة. كم تقريبا عمرك؟ والله ما ادري. حاول مقرن. والله ما نذكرها. من ايام يمكن اولى ابتدائي او قبلها. محمد مطيري تقريبا. تقريبا. أنا والله ما اضمن لك الا من بعد المتوسط. 6 7 21 كم تقريبا؟ قبل المتوسط والله ما اعلم. قادر. تدرون احمد الشقيري اول صلاه صلاها متى؟ عمره 21 سنه. الله اكبر. وشوف الآن وش الأثر اللي قاعد يتركه في نفوس الناس. يا أخي ناس تعلموا منه، ناس تغيرت سلوكياتهم حياتهم كلها عشان شاف أحمد الشقيري يسوي كذا ويفعل. صحيح. كذا. لا لو له تأثير إيجابي فعلاً أحمد الشقيري في القناة شرف. والله شرف. أتمنى أن أحمد الشقيري والله يجينا في القناة، لأنه صراحة قدوة حسنة وأنا أتعلم منه والكل يتعلم منه. ما أثر ترى في بدايته، بدأ في التأثير في السعوديين، الآن تأثيره وين وصل؟ وين وصل؟ على الوطن، على المسلمين كلهم. تجاوز شو اسمه انه يأثر في العرب، أثر في العالم الإسلامي كله. يا سلام. فالله يجزاه خير وعسى الله إن شاء الله يجعلنا من الأشخاص اللي يتركون أثر طيب. شكرا. مبادرة حلوة يا بلال. الله يعطيك العافية. شكرا. يلا. روح الأذان. بعد الأذان نكمل. الله أكبر. يلا بسم الله بسم الله. بسم الله. شكرا شكرا شكرا. طبعا يا اخوان فيه بس مقاطع فيديو اللي هي عن تاثيرنا الايجابي اللي قدمناه، ممكن اكثر تقريبا 16 متسابق. المعذره من الاسماء اللي ما طلعت، فرق دعمهم ما قدرنا نتواصل معهم او ما ردوا على او ما بعثوا لنا فيديوهات. فالاسم الاول يعطينا هو عبد السلام الشهراني. تفضل ابو حور.
حبيب قلبي. اعطونا مقطع ظهور. الله وجهك. يلا يا ربع الاسماء. موقعنا. انا فجر، انا من متابعين ابو حور، وعجبتني صداقته لانه ساعد عبد القادر يوم كان يصيح وقف معه، واحب هذه الوقفه لانه هو ساعدهم كثير ولا خلاهم. حبك ابو حور. تستاهل والله. بيض الله وجهكم، بيض الله. اروح ولا هذا؟ اعطينا كلمه. طبعا مبادرتك جميله، اسال الله ان الله يوفقك ويجعلها ان شاء الله شاهده لك يوم القيامه. امين اللهم. ويمكنها تكون سبب في دخولك الجنه. اقول اللهم امين. الجانب الايجابي مهم، وطبعا انت جميع هذه النقاط كلها متواجده في الانسان المسلم الحق. يا سلام. بيض الله وجهك، انت مجرد مذكر والفتنا انتباه على امر مهم. جمل الله حالك. جزاك الله خير. ودنا منك تكتب اي كلمه او اي رساله ايجابيه على صغر خطك مشان يكفي باقي الشباب. اعطينا المقطع الثاني مخرج الخالد الشيباني. خالد. نفتح باب الخير نؤثر ويكون لنا رسيس. اعمال الخير تصب لنا من كل مكان، فلنجعل الخير ديدننا وحب الخير مسلكنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة سقي الماء. فهذه صدقة بنية والدي عم خالد الشيباني رحمهم الله وأسكنهم فسيحة الناس. حب التطوع والعطاء طبع الإنسان اللي تبارب وسنت كتابه من دهدنا بلا مال وثمان، نلقى بمدتنا حياة ورحابة، نلقى بمدتنا. ازرع خيرا تلقى خيرا، من قلبك رغمته يجد. صديقكم خطيب المستقبل فراس سليمان، إلى صديقي عم خالد الشيباني. فراس. طبعا فراس هذا انا اتمنى والله انه يجي القريه، ودي اشوف ايام فرصتك. راسلني على السناب والله ودي اشوفه. تستاهل تعليقك على هالموضوع. اي والله اتمنى اني اشوفه. طبعا ابو حور كتب احفظ احفظك. جزاك الله خير يا ابو حور. صفقه لابو حور يا اخوان. تستاهل ابو حور. هذه هي خلاص. اعطونا المقطع الثالث لطلال الوادعي. طلال مو موجود، اعطونا المقطع نشوفه. انا احب اقول لطلال كوميديا، وش في انا دايم اتابع طلال بالفيديوهات. امس بكيف. يستاهل طلال، يستاهل. طلال مو موجود، طلال مو موجود. اللي وراه عبد الله الحلافي. عبد الله الحلافي مو موجود، اعطونا المقطع نشوفه. يا جماعة الخير صلوا على النبي، صلوا على النبي. عبد الله الحلافي استمر يا رب تفوز من كذا الأول، حنا معك وانت كذا. صلوا على النبي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا أخوان. الله يحفظ هالطفلة الجميلة هذه، وكل ما أشوف شيء جميل مثل هذولا لازم نذكر الله. صلوا على النبي. عبد الله موجود. طيب علي عبد المعطي، أعطينا مقطع علي عبد المعطي النكبة. السلام عليكم، أنا آيات من ليبيا من مشجعين علي عبد المعطي. استفدنا منه الاحترام والأدب والأخلاق والأسلوب في الأذان، ما شاء الله كأنه مؤذن ليبي. استفدنا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما شاء الله في القرآن، واستفدنا إذا جاء نصر الله فتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اذا بدي عندي ربك واستغفر. كلمة يا علي. والله سبحان الله، اعظم تأثير انك تأثر بشيء ينفع لك يوم القيامة. يعني مثل ما جالس تقلدني بالاذان او بقراءة قرآن. الحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير ويوفقك. اعطينا بس هاي القلم. طبعا خالد الشيباني كتب اترك اثر ليبقى لك. نشوف الان علي شو يكتب. محمد بن عمرة مو موجود، أعطونا مقطع أبو راشد. السلام عليكم، أخبارتم؟ طيبين؟ عرفتوني؟
ثلث واحد محمد معنا ثلث واحد من شباب أحبائي وانت حيو يلا سجن مقيم سلال جدي جعلت سلال جدي سلال جدي سلال جدي أبو راشد مو موجود أعطونا اللي وراه محمد بن جخير برضو محمد بن جخير مو موجود في قلبها معنى العفو والتسامح وفي خدها لمحة من الشمس بدري لها 8 سنين نفس الملامح وشلون ما تكبر مع الوقت مدري الله في قلبها معنى العفو والتسامح وفي خدها لمحة من الشمس بدري لها 8 سنين نفس الملامح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظه الاسم اللي وراه عبد الله بن جليغم أبو سعد على ذا الفقرة الحلوة أعطونا مقطع أبو سعد أنت الحلو والله يا أبو سعد يا مرحبا وشلونكم وش تسوون غبت وغيابي ما هو بشكل دائم ظروف دنيا ومثل ما هم يقولون من طول الغيبة جاب الغيبة يا مرحبا وشلونكم شو تسوون غبت وغيابي ما هو بشكل دائم ظروف الدنيا مثل ما هو يقولون كلمة يا أبو سعد عن التأثير الإيجابي وأثره على الناس والله التأثير الإيجابي مثل ما شفت الكلمة الطيبة بتوخذ منك الكلمة اللي ما هي بزينة بتوخذ منك وتنحسب يا السلام عليك يا السلام عليك يا السلام علي عبد المعطي كتب ما تزرع تحصد أبو سعد أعطينا كلمة إيجابية فيصل بن شافي أعطونا مقطع أبو شافي فصل بس يا اخوي بالله عليك لا تسوي يا جماعة الله على القرق فيصل من شافي فيصل من شافي تستاهل تستاهل يا ابو شافي كلمة عن الاثر الايجابي اول شيء اشكرك شكرا لك شكرا لك أبو ماضي ولا قصرت على المبادرة الطيبة فأجعلها بالعافية الكرك عليهم فأنا راح أكتب كرك جزاك الله خير كل شيء منك حلو تفضل المقطع اللي بعد فيصل بن شافي هزاع بن سمرة أبو محمد هلا أبو محمد أعطونا مقطع هزاع الله يا مخرج قولك ولا تداعي داعي حضر يا هزاع احتزم حل معي جمهورك بالعرب كل منك الله يسهل امورك كلمة عن التأثير الإيجابي يا أبو محمد ترى كل واحد فينا مؤثر بشكل أو بآخر أكيد لو كلمة واحدة يسمعونها منك هذه الأطفال أخواننا الصغار وحتى الكبار كلمة واحدة تطلع منك صح يمكن تغير حياته للأحسن أو تدمر حياته صح فمثل ما قال هذاك اليوم سعيد الشهراني الكلمة الطيبة والشينة مخرجها واحد بد الزينة يا سلام يا سلام جزاك الله خير أبو سعد أبو سعد الظاهر كلمتك الظاهر أنك قاعد تكتب قصيدة أكتب له يقول أنك تكتب قصيدة لا يقول اكتب لي بعد جزاك الله خير أبو سعد شو كتبت؟ النية الطيبة أساس النية الطيبة أساس التوفيق أبو شافي شو كتبت أبو شافي؟ اشرب كرك لكي يشكرك جزاك الله خير الله وجهك الله يعطيك العافيه ابو محمد اعطينا كل بعد هزاء اعطونا مقطع محسن بن تركي خوينا الله يجيبه بالسلامه ان شاء الله ونعزيه يرحم ما فقدت يا ابو تركي وعيونه وبخليبي وصعديبي للسماء والتج دام راسي حي يا يما من كم ما غيرت وجهك ولا ضحكين من قلبي يا قلبي ولدس وعيونك وصليبي وصعديبي للسماء والفجر دام راسي حي يا يما وجهك كان ما غيرت وجهك سوي الله استاهل ابو تركي استاهل نرحب بالشيخ سلطانوف ولا سلطان؟ سلطان لا سلطانوف مو موجود سلطان لا يعيده أنا بالهيئة أشكرك أعطونا مقطع سلطان السليم حبيبي
استاهل يا ابو نهيان. استاهل تعليق يا ابو نهيان على المقطع وكلمة عن الأثر الإيجابي يا ابو نهيان. والله الحمد لله أنه تم التأثير على أطفالنا الصغار، والحمد لله أنه أنت قاعد تشوف إيش قاعد أنت قاعد تسوي شيء في القرية وتشوفه على وتشوف تأثير على الأطفال، هذا شيء جميل جدا. الحمد لله. وهذا التأثير. الحمد لله. فأهم حاجة يا جماعة الخير أنه عشان تأثر في الناس غير من نفسك. وأثر على نفسك وشوف إيش اللي أنت قاعد تسويه، بعدين أبفي في الناس اللي وغير من اللي حولك وحبة حبة راح توصل. يا سلام. الله يسعدكم يا رب. جزاك الله خير يا ورهيان. شكرا جزيلا. أعطينا كلمة التأثير الإيجابي. طبعا مين آخر واحد كتب؟ هزاع بن سمرة كتب اترك بصمة أينما كنت. سلام. يا سلام يا أبو محمد. المقطع اللي بعد سلطان غازي الذيابي. يا حمامة قبل شمس العصر لا تغيب، عرضت للهوى الغربي مناكيبها. أعطونا مقطع غازي الذيابي. بالك عن أهل الدين والدين مشهور، وتهمس من الدنيا من رجال رجال، تقول أنا رجال وفعوري فعور إن كان ما فلك قدر. بالك عن أهل الدين والدين مشهور، تملك من الدنيا من رجال رجال، تقول أنا رجال وفعوري فعور. استاهل. استاهل يا أبو الهيئة. الله يسلمك. استاهل يا أبو. أعطينا كلمة عن التأثير الإيجابي يا غازي. أنا أقول أكبر دليل أن التأثير الإيجابي شيء طيب وميزة طيبة، شوفوا الرجل ذا أثر فينا بمبادرة البسيطة. يا بعد قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ما معي ماي. بسم الله عليك. لا يا بعد قلبي. أعطينا كلمة يا أبو. شكرا لله. سلطان شو كتبت يا أبو نهيان؟ غير غير من نفسك أولا ستغير في الناس ثانية. غير من نفسك أولا ستغير في الناس ثانية. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. هلا. شهادة حق هذا الولد قبل لا تدخل زد رصيدك أرسل لي المقطع ذا، وكان من نجوم زد رصيدك أظن فقرة مدري أطفال وزيك، اسمه الخطيب فراس الخطيب. تحية له. هذا دليل أنك مؤثر قبل ذا. الله يسعدك. المقطع اللي بعد غازي الذيابي جابر الحكماني أبو نايا. أعطونا مقطع جابر الحكماني. استاهل يا بنايا. طيب. كلمة عن التأثير الإيجابي يا بنايا. والله التأثير الإيجابي إحنا كنا يمكن واعين بهذا الشيء، إنه في ناس يشاهدون راح يقلدونه، لكن بعد ما شفنا هذه المقاطع أعتقد إنه راح يزيد الحرص أكثر في الشيء اللي بنسويه، سواء كان شيء زين أو شين، لأن إذا سوينا شيء زين عارفين الناس بيقلدوا، والشين راح يقلدوا كذلك، فلذلك حنحاول نبتعد عن الأشياء الشين ونكثر من الأشياء الزين. جزاك الله خير يا بنايا. الله يجزيكم خير. من آخر واحد كتب بس غازي الذيابي. غازي الذيابي كتب قدم ما يجعل الناس يقتدون به. جزاك الله خير يا غازي. سلطان كتب غير من نفسك اولا ستغير في الناس ثانيه. مبدعين الشباب اليوم. طبعا اخر مقطع اللي هو لي طبعا، والمعذره مره ثانيه للشباب اللي ما قدرنا نجيب لهم مقاطع، ممكن ما صار تواصل بين فرق الدعم. لا يا اخوان، لا يا اخوان، لا يا اخوان. حاضرين عشان المقاطع ولا عشان؟ أعطونا مقطع بس بعدين لك يا مخرج. الصاحب اللي ما هو راضي عن أسلوبي سلام، لا يحسب إني زعلت وناشد عنه، أما لو إنه إله ويغفر ذنوبي غيرت الأسلوب لأجل أحصل على الجنة. يا سلام. الصاحب اللي ما هو راضي عن أسلوبي لا يحسب
تعذبني زعلت وناس تنعنى أما لو أنه إله ويغفر ذنوبي غير تسلوب لك لحصي على الجنة. طبعا اللي ما طلعت لها مقاطع بس يعطونا يكتبون لنا كلمه ايجابيه. قادر ابو حصه غازي المطيري ما الكلمه ايجابيه محمد المطيري اكتبوا كلمه ايجابيه كذا عشان المقطع ايجابي. انت وجودكم ايجابي بحد ذاته يا ابو مجهز ذكرى قبل الله. طبعا يا اخوان بس اسمحوا لي دقيقه بس ابو عبد الله غازي اشكر هلا اصبر قبل لا تشكر خلنا الشباب اللي ما طلع لهم مقاطع نبغاهم يطلع لهم مقاطع من هذه المنصه. يلا تطلع لهم مقاطع وكل واحد يعطينا كلمه عن التاثير الايجابي. يلا عبد الله طيب. ابو عبد الله انت بحاجه ثانيه انت سيد من وقف على والله صراحه اسوي الكلمه السلطانيه تويت صراحه هي اجمل كلمه سمعتها اليوم من غير قصورهم في اخواني كلهم. السلام انك اذا بغيت تاثر في الناس ابدا بنفسك صحيح وحاول تعالج نفسك من الاخطاء وبعدها تبدا تبث التغيير للناس. يا سلام عليك. فالله يجعلنا من هالنوع. جزاك الله خير. غازي اقول اسنانك اثر هنا قبل مماتك لان ما راح يبقى لا اثر الاثر الطيب اثر الطيب واثر الطيب يا ولد. جزاك الله خير يا غازي. كلنا اثر كلنا اخواني هنا اجمل من الناس شيخ محمد ايوه اجمل من برا. انا اقول هنيك على المبادره ذي حقتك. شكرا لك. بيض الله وجهك ووجهك صراحه انها حلوه بس والله ها من باب بادرة انت من بادرة انت قادر كلك ايجابية والله العظيم يجوز حنا هنا نقتدي بك داخل القرية ما هو الناس اللي برا يجوز حنا اول من بادر ان نقتدي بك والله العظيم خلوني بس صفقوا ابو حو عبد القادر كتب لا تيأس اذا ما طلع لك مقطع. يا سلام حاول في رسالة لا تيأس. سلام ايش كتبت انت بدر كتب اجعل من يراك يدعو لمن رباك والله انك صادق بكم مرضاك. يا اخوان بس خلوني اشكر فريق دعمي. شكرا لفريق دعمي اللي ما قصروا وشكرا لكل انسان دعم بلال الماضي. اشهد الله العظيم ان فضلكم كبير علي والشكر ما يوفيكم. وتخيل للعود طبعا اشكر تخيل للعود على تقديم هديتين. الهديتين انا نسيت اسالكم سؤالين لكن الان اسالهن واللي جاوب راح ياخذ الهدايا. ايش اقوى وسيله للتاثير الايجابي على الناس؟ اقوى وسيله فيصل الحركه حسن الخلق علي عبد المعطي حسن يا سلام صفقوا له علي صفق لا يا بعد روحي سلمك والله دبابي صار كلهم دخيل تفضل استاهل. السؤال الثاني يا اخوان ما هي اسرع وسيله اسرع وسيله للتاثير الايجابي؟ ابو حصه الابتسامه استاهل الطيب. تفضل يا ابو حصه. شكرا لك حبيبي. شكرا لفريق دعمي وشكرا لكم على الحضور واسفين على الاطاله يا اخوان. يا بعد روحي شكرا لفريق دعمي. لا ابدا لا والله اني كنت نايم في المسجد. لا يا بعد قلبي لا كذا بتكلم الاداره يعيدوا المقطع. والله اذا تقدرون تعيدوا لنا مقطع عبد الله الحلافي اذا ممكن تعيدوا لنا مقطع عبد الله الحلافي. اول شيء الله يبيض وجهك على المبادره الطيبه والشكر موصول لفريق دعم بلال الماضي. الله يسلمك. والله هم اسعدونا واثروا فينا ايجابيا بالمبادره الله الطيبه. تستاهلون انت والله انت الله وجهك يطول عمرك. هوب هوب هوب. شوف للامانه عشان اكون انسان مؤثر وايجابي يا جماعة الخير صلوا على النبي عبد الله الحلافي استمر يا رب تفوز المركز الأول حنا معك وانت كذا صلوا على النبي. استاهل يا عبد الله الله يبين وجهك استاهل وجه حالك والله يخليها لامها ويجزاها خير. آمين. وفي افضل من كلمه صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل وسلم على سيدنا. شكرا لكم حضوركم. انا اشكرك واشكر فريق دعمك بما انه حتى ما جابوا لي مقطع فريق دعمك ما جابوا لي مقطع. والله صار لكن والله العظيم الاثر اللي قاعد اشوفه الحين الاثر على الشباب والصغار اثر سلطان في المسجد والكلام الزين وكلام والله شيء يفرح. لكن شيء يفرح حتى لو انه ما طلع لي مقطع طلع لي بحصه مقطع لكن شيء يفرح. وشكرا وبيض الله وجهك وبيض الله وجه فريق دعمك. الله يبيض وجهك. مبادره جدا جميله. الله يطول استنى طلع الليله علشان بالمبادره اني اكون ايجابي وانسان ايجابي مثقف. انت تحس ثاني شيء طال عمرك اشكر تخيل العود على الهدايا. الله يجزاهم خير مو غريبه عليهم ابدا. الله يجزاهم خير يستاهلينهم ان شاء الله. ما ابو شيء شان فاضي طبعا. انت مثلي عندك نظره تفكر كل انسان يلبس نظاره طبيه مثقف. انا ترى انا نفس النظره
ملاحظ انه متعلم لانه يقرا. اتمنى اشكرك على الهديه. اتمنى اشكرك على الهديه والله. بيض الله وجهك. والله تستاهل. اسمع اتمنى بعض الشباب اشكرك على الهديه. اتمنى الشباب الباقيين ياخذون حد الرجال. يا بعد يوم اشكرك. يا بعد يوم اشكرك. شوف يعني الحين من احسن الاثار اللي سواها بدر انه اهدى لي هديه. هذا اثر جيد.